يا هلا فيكم، ونبدأ إن شاء الله إجابات الأسئلة لهذا الخميس. بخصوص الوقت الفراغ، هذه نعمة واستغلالها نعمة ثانية. النصيحة العامة، حاول توزع وقتك على مجموعة برامج، بمعنى شيء كعبادات بينك وبين الله سبحانه وتعالى، شيء لك شخصي، تثقيف، تعليم أو رياضة لك أنت، شيء اجتماعي، علاقاتك، أهلك، صداقاتك، وشيء وظيفتك أو البزنس أو الناحية المالية. وزع كل يوم على الأقل، كل يوم خلي يكون شيء واحد على الأقل من هذه الأصناف الأربعة، مع الله سبحانه وتعالى، حق نفسك، اجتماعيا، ماليا. عسى الله يوفقك. ما في أي إنسان يقول لك عطني فلوس ولازم أنك تعطيه، إلا اللي تجب عليك نفقتهم وكانوا فعلا محتاجين، يعني مثلا زوجتك، عيالك، والدينك. لما يطلبون منك شيء وتعرف انهم محتاجين للمال، وانت ان شاء الله ما تضطر من يطلبون منك يكون محتاجين، هذيل اللي انت لازم تعطيهم، واذا قصرت بحقهم بالنفق قد تأثم. اما اي انسان برا يقول لك ابي فلوس وجي ما اعطيته، سواء عندك او ما عندك، يعني هذه صدقة، والصدقة مو واجبة، الصدقة مستحبة، فما يأثم الانسان على ترك شيء من المستحبات. في الأسئلة اللي تتعلق باللباس، دائما نقول المهم الستر وليس نوع اللبس. شنو هي العباية؟ شنو لون العباية؟ شنو احنا علينا تحقق شروط الحجاب. وشروط الحجاب مثل ما قلنا يكون ساتر لجميع الجسد، ما يصف ولا يشف، ولا يكون هو زينة بنفسه، يعني ما تلبس عباية العباية تلفت النظر، ما صار حجاب هذا. فالمهم انه يكون بهالطريقة يستر البدن بالشروط اللي ذكرناها. اللي عليك جزاك الله خير، انصحيها، ذكريها، ترى هذه إنسانة حالها من حالك. الفرق بينكم أن الله سبحانه وتعالى بحكمته خلاها تحتاج لفلوسك، وفي مقابل هذا قاعد تخدمك. ممكن الدنيا تلف وتدور وتصير هي مكانك، وتصير أنت مكانها، أنت اللي تخدمين وأنت اللي تشتغلين عشان تبين الفلوس. فعامل الناس بالطريقة اللي الله سبحانه وتعالى يرضاها. الإساءة والازدراء والاحتقار، هذا يبين في القلب في شيء أصلا، في نوع من الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فانصحيها وادعي لها عسى الله يهديها، وانت حاولي طيبين خاطر العاملة المسكينة، إذا أحد سألها إذا كان خير من صوبك تجبري خاطرها. الحديث يقول من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وإحنا نعرف أن اليوم يبدأ من الفجر إلى المغرب، فصلاة فجر الجمعة إلى المغرب هذا وقت قراءتها. ومع هذا لو فات هذا الوقت وما قرأتها لظرف معين، تقدر تقرأها أي وقت حتى لو بعدها بيوم. هذا كلام يعني إذا خير بعض المشايخ، أن المهم أنه لا يعدي أسبوع إلا أنت قرأتها. الأفضلية هذا الوقت اللي قلنا الجمعة، لكن لو فاتك لظرف معين اقرأها حتى لو يوم التالي العقب السبت، يعني بحيث أنها تكون موجودة كل أسبوع معك سورة الجمعة. السؤال، هل يصير أخالف ترتيب المصحف في الصلاة؟ يعني بالركعة الأولى أقرأ سورة مثلا قل هو الله أحد، والركعة الثانية أقرأ سورة النبأ وهي قبلها في ترتيب المصحف. الجواب، إذا بتنتقل من سورة إلى سورة ما في مشكلة، يعني مثل ما قلنا قل هو الله أحد وبعدين أقرأ الزلزلة. لكن شنو اللي ما يصير؟ بنفس السورة تقرأ آية متأخرة والركعة الثانية تقرأ آية متقدمة، يعني مثلا سورة البقرة أول ركعة تقرأ آمن الرسول وهي آخر آية في البقرة، الركعة الثانية قريت الله لا إله إلا آية الكرسي. هذا اللي ما يصير، فما يصير تخالف الترتيب في الصورة الوحدة، تقرأ أول شيء من آخرها بعدين من أولها في ركعة ثانية. لكن إذا انتقلت إلى صورة ثانية فما في إشكال إن شاء الله. الأذكار من ناحية العدد نوعين، في أذكار مقيدة وفي أذكار مطلقة. المقيدة بعدد اللي جاء النص فيها بعدد، مثلا تقول هذا الذكر 3 مرات، هذا الذكر 7 مرات، هذا الذكر 100 مرة، هذا العدد تلتزم فيه لتحصل على فضيلة وأجر ما ذكر في الحديث. طيب خلصت، عندنا الذكر المطلق اللي اذكر الله بدون عدد. بالعكس الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا، دائما كثيرا الذكر. فاذكر رب العالمين ولا تسكت، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خلصت هذه البعدات، أي شيء ثاني تبي بدون عدد الموضوع مفتوح، تسبيح، تكبير، تحميد، تهليل، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا السؤال يتكرر كثير ودائما أقول فيه، يا أخواني الدعاء بحد ذاته عبادة بغض النظر عن الإجابة. إحنا مطلوب مننا ندعي ربنا سبحانه وتعالى، أعطانا ما أعطانا هذا موضوع ثاني،
واحيانا رب العالمين يعطيك، احيانا ياخر الاجابه عنك، يعطيك تالي، واحيانا ما يعطيك اياها لانه مو من صالحك. الشغله الثالثه ان هل اكمل ولا استسلم؟ السؤال يعني ايش بتسوي؟ تترك الدعاء؟ وين بتروح؟ شنو عندك غير الدعاء اصلا؟ ادعو الله سبحانه وتعالى، ايش حق استسلم يعني؟ الا اذا انت غيرت رايك خلاص، انا كنت ابي هالشيء ما ابي هالشيء، فادعو الله بشيء ثاني. اما اني انا اترك الدعاء يعني ما ادعي الله، لا مو صحيح. بس عاد شنو اللي ادعي ربي فيه؟ هذا كيفك، تبي تدعو بنفس الموضوع، تبي موضوع ثاني. فلا تظن ان هي سالفه معركه لو وقت معين انتهى ما حصلت خلاص بطلنا، ما لكم الا الله سبحانه وتعالى، ما عندنا احنا غير الدعاء، فلا تفكرون تتركون الدعاء. حسيت وهكت ما صار اللي تبيه، قول يا رب عطني الخير، انت اختار لي الخير، المهم انك تدعو الله سبحانه وتعالى. هذا قرارك انت، تبين هذا اللي ياك بصفات ثانيه، يمكن الصفات اللي جت لك احسن من انت قاعده تدعين الله فيها واللي ببالك اصلا، يمكن واحد ياك فوق اللي انت تتمنين وافضل من اللي انت كان مخيلتك يعني. وحتى الوظيفه كنت ابي الوظيفه، نعرض عليه وظيفه احسن منها، كون انا ارفض ولا اوافق هذا شيء راجع لك يعني، هذا قرارك، ما يصير احنا نقول والله اوافق ولا ارفض، هذا قرار الشخص نفسه. انت تدعين بشيء تظنين انه هو الاحسن، ياك تمام، ياك احسن منه، ليش لا؟ فالموضوع راجع لك. إذا كان الإنسان سيء فهذا أنا ما أكون صاحبه يعني، أقوم وأطلع معه ويصير صديقي الخاص اللي لا لا، ما أنا مطلوب أن أخذ الصحبة صالحة حفاظا على نفسي، لكن هذا لا أهجره وأهمله، لا أكون معه في مثل ما تفضلت في الأوقات اللي ممكن يصلح حاله فيها، ممكن أثر عليه إيجابا، ممكن أغير من أطباعه، لكن متى ما حسيت أنك أنت بديت تتغير وهو يأثر عليك لا أسحب نفسك، أنت رأس المال، هو بالنسبة لك ربح، الحفاظ على رأس المال أولى من الأرباح، فأنت تقيس نفسك، تعرف أني أنا لحد الآن زين معه وحسه قاعد يتأثر فيني، قاعد يقل الشر اللي عنده، ولا لا والله أنا بديت أتراخى وأصير مو زين، فانتبه حق نفسك. جزاك الله خير اللي عليك سويتي، نصحتيها وادعي لها عسى الله يهديها، بس غير شيء أنت مالك شيء يعني، هي كيفها كل واحد سواء الوالدة ولا غير والدة، أنا علي أنصح، الهداية بيد الله، يسمع كلام ويسمع كلام، هذا شيء راجع له. وزاك الله خير على النصيحة، وأجرك إن شاء الله واصل. نصيحتي لك استمري في بذل السبب، بذل السبب، أسباب المادية والأسباب الشرعية. أسباب مادية أن أنت تقدمين أوراقك، تسألين إذا حد في مكان للتوظيف، هذه الأشياء اللي نملكها. أسباب الشرعية كثيرة، كثرة الاستغفار، أدعية الرزق، التوكل على الله سبحانه وتعالى، صلة الأرحام منها بالوالدين، الصدقة، هذه الأسباب، نبذل المادية والشرعية، تأكدي أن رزقك راح يوصل لك، الله سبحانه وتعالى يابنا على الدنيا ورزقنا معنا، راح نحصله، ممكن شوي يتأخر ممكن، لكن إن شاء الله ما راح ينقطع عنك ولا أحد راح يأخذه منك. ما في مانع من قراءة القرآن بطريقة الحدر اللي هي الطريقة السريعة، المهم أنها تكون قراءة صحيحة. صحيحة شنو؟ عربيا، ها يعني مو تجويد، يعني واحد قال أنا بقرأ بسرعة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما في تجويد، هل هذه القراءة فيها مشكلة؟ يعني ما في غنن، ما في إخفاء؟ لا لا، هذه مو غلط القراية ولا يأثم عليها، هذا اللي يسمونه العلماء اللحن الخفي، اللي هو ترك أحكام التجويد أو بعضها. المهم أن لا يكون في خطأ في أن آكل حرف على أبو بسرعة ولا أغير بالتشكيل والحركات، هذا المهم في الموضوع. غالبا اللي يقرون قراءة الختمة السريعة يقرون حدر وأحكام التجويد ما تراعى في هذا، فما في بأس إن شاء الله، وأخلي لي وردة أيضا في التجويد وبالراحة، يعني أحتاج مرات أقرأ بالراحة التدبر والتفكر، وأحيانا مرات أقرأ بسرعة للختمة. أهم شيء الصورة لا يكون فيها ذوات أرواح، يعني رأس وي شيء في روح، رأس طير حيوان إنسان، ويكون واضح الملامح، يعني يبين هذا أسد، هذا ما أدري شنو، إذا كان هذا واضح ما تعلق، أما الأشياء اللي تكون عايمة ولا ظلها بس ولا مو مبين ما في مشكلة إن شاء الله. الأخطاء اللي تصير بالماضي هذه الواحد مفروض يأخذ منها درس وعبرة ويدخل بخبرة حق اللي قدام، فما لدى أنك تخاف المستقبل، هو بيد رب العالمين وهو اللي يدبر الأمر، فيريحك هذا، فروح بخبرتك من الماضي والأخطاء اللي سويتها وتوكل على الله سبحانه وتعالى بدل الأسباب، ورب يوفق تبارك وتعالى. صعب شوي الولد أو البنت يجي الحين ينصح أبوه شلون يربي العيال، يعني هم ربيك، أدري أنت تتكلم عن يمكن العيال الصغار وحتى الأحفاد، يمكن إذا كان في أسلوب غير مباشر ممكن، أما كذي مباشرة أني الحين إحنا نقول حق أمنا ولا أبونا يبقى ترى العيال مفروض عشان واحد، لا ثقيلة، خدتي من غيركم ممكن، الخالات الأعمام مثلا يعني، أو عن طريق المباشر مثل ما قلنا.
إيه نعم صحيح، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا الواحد الحديث يستشعره خاصة في ترك المعاصي والذنوب. يعني الواحد لا رغبة في معصية معينة لكن تركها لله، تأكد أن الله بيعوضك خير منه، وهذا الترك لك أجر فيه، وانت راح تجاهد نفسك على الترك، مو شيء سهل، لأن النفس تشتهي مرة ثانية تعن عليك الشغلة. فاتركها لله سبحانه وتعالى، وثق بتعويض رب العالمين لك أحسن من اللي أنت كنت بتاخذه بالغلط، راح يجيب لك إياه بالصح سبحانه وتعالى وبالوقت المناسب إن شاء الله. عادي ممكن تبلغونه وقت الخطبة إذا كنتم مثلا قاعدين بروحكم أنت ويا الخاطب، قولي له الموضوع بينك وبينه. إذا كانت الخطبة والله في حضور غير الخاطب أمه ولا أحد من أهله ما حبيت تقولين هالكلام، ممكن بعدين تبلغينه بينك وبينه، اتصال يكون بتبلغينه بشيء، بس لابد أنه يعرف، لازم يعرف هذا الشيء، لا تخبين عليه إلى ما بعد الخطبة نوصل مرحلة الزواج يعني تصير فيها مشكلة. لا تقارن نفسك بغيرك، مالك شغل بغيرك، لا تدقق بحياة غيرك، أنت عليك من نفسك، قارن نفسك بنفسك، شوف أنت اليوم وأمس، شوف نفسك اليوم وباكر، حط لك أهداف واشتغل، ركز على نفسك، وترى للعلم اللي يركز على نفسه ما لا شغل بالناس ولا فاضي إنه يشوف الناس، غالبا تشوف اللي يعني مركز على الناس أولا يتحسر، ممكن يوصل للحسد، ولا هو اللي تحرك ولا سوى شيء وقاعد بمكانه. أما مسألة دور الضحية، هذا من أتعس الأدوار اللي تلعبها بحياتك. دور الضحية يعني أنا كله مسكين، أنا المظلوم، أنا اللي ضحيت، أنا اللي عطيت، ترى مو بس أنت، كل الناس تعطي وتسوي، فلا تحس نفسك أنت سوبرمان ولا ما في مثلك، لا لا، ترى حالك من حال الناس، ولا تطلع شيء بمظهر اللي يكسر الخاطر، لأنك ما راح تستفيد شيء، ما حد راح يتعاطف معك، بالعكس الناس راح تنفر منك وتنبذك. طبعا هذيل الأطفال صغار، خاصة أولى ثاني ابتدائي، يمكن رابع شوي الواحد يعني ينتبه لهم، بس أيا كان هذه الأمور أختي عسى الله يحفظك، المفروض أنت ما تعودين الصبيان عليها. يعني لا يتعود الولد أن في مرة حتى لو كبيرة تلمه وتحبه، لا خليه يحس أن في شيء بينه وبينه، يعني لا أنت لا تسمين في أنك تسقطين الكلفة بينه وبين المرة، سهل عنده أنه يلمس مرة، يكبر على هذا الشيء، يعني رابع ابتدائي ترى بعد ممكن سنتين ثلاث يبلغ، فإذا كان هذا الأمر عادي عنده لا، فبالعكس أنت مهورة تعلمينه أنك أنت ريال حتى لو صغير، تحسسينه برجولته وهو صغير، هذه أنفع له من أنك أنت تلمينه ولا يعني زاك الله خير تحنين عليه، في ألف طريقة ممكن تبيني رحمتك له وعطفك عليه. فإن كان هذا مع الصغار كلش، بس اللي كبار لا، يعني يمكن ولا ما أدري ولا ابتدائي تجاوز عنهم، بس الأفضل حسسين برجولتهم أفضل وايد. نعم يصير نقرأ في النوافل من المصحف في السنن، لكن اللي يقرأ من المصحف هذا اللي بيقرأ وايد، يعني اللي بيقرأ على سنة المغرب ولا في العادة أصلا فيها سنة تقرأين قل يا الكافرون وقل الله أحد، إحنا ليش نقول قرأ من المصحف؟ اللي حاب إنه يقرأ وايد ومو حافظ يقرأ من المصحف، أما أنا بصلي لي بقصار الصور بعد بفتح المصحف، يعني اللي كلش محافظ بس يعني مو لهالدرجة، لو محافظ شيء يقرأ الفاتحة وركع عادي تقدر. فاحنا ليش نقول من المصحف اللي يقرأ حق اللي قراءته بتطول، وغالبا هذا يكون في صلاه القيام، ولا بشكل عام ما في مشكله ان الواحد يفتح المصحف لصلاه النافله. الالتزام بالدين في امور واجبه وفي امور مستحبه. الواجبه انت تلتزم فيها، اللي يزعل يزعل، اللي يرضى يرضى، اللي عاجبه معاجبه، هذا طاعه رب العالمين. يعني واحده متحجبه متضايقين ليش بنتهم تعجبت، او متضايقين ليش ولدهم مربى الحيته مثلا، او يصلي بالمسجد، هذه امور واجبه، فما نجامل عليه، نراضيهم ماشي، بس مو على حساب ان نكنسل شغلنا. اما المستحبات والنوافل احنا خلينا نصير في حكمه في الموضوع، يعني مثلا مو لازم انا قدامهم اسوي الشيء هذا، اقدر اجل الموضوع اسويه بروحي، مرات امشي نافله، انا لا يصير ان كني بعاندهم، ها يعني مرات يصير واحد على التزام يبي يظهر كل مظاهر الدين التزام حتى قدامهم حتى ينرفزهم، لا انتبه، تخليك حكيم، حببهم في الموضوع. اما الواجبات فما فيها نقاش، ما فيها مجال للتنازل ولا فيها مجال يعني الاخذ والعطاء. عسى الله يجمعكم بالحلال، بس يا أخي الكريم ما يصير أنت تتواصل مع بنت ما تعرفها وتقول أنا نيتي إن شاء الله الزواج، بتحلون مشاكل مو كذي بينكم بين بعض، روح طق باب بيتهم، تقدم لها رسمي وبعدين حلوا مشاكلكم، ما في مشكلة، الأمور اللي تعيقكم تقدرون تسوونها تالي. أما هذا التواصل، لأن إحنا ما ندري شنو بيصير باكر، ممكن تتزوجون ممكن ما تتزوجون، ممكن تنحل هالقضايا، ممكن العوائق ما تزال، فمسألة التواصل أنتم مع بعض هذا لا، المفروض توقفونه وتقدم رسمي وبعدين شوفوا العواقب بينكم شنو ممكن تحلونها، الزبدة وقف التواصل بس، الله يوفقكم يا رب. إيه نعم يجوز للإنسان أن يقرأ أكثر من سورة في
في الركعة الواحدة سواء فرض أو نافلة، ما فيها بأس إن شاء الله. يعني تحبون النرفزة، تحبون الأعصاب، خاطركم زفة يعني. السؤال محفوظ وموجود، بس لحم صراحة ما تفرغت إني أجاوب له، قاعد أضبط الزفة قصدي الجواب صح. إن شاء الله راح نزله وراح أعطيكم إياه السؤال، لا تخافون راح أعطيكم إياه. لاحقين خير وتصبحون على خير.